حزب الحاكم ككلمية أيام أنت مجلة بربرة كصوب بندقي عدد التاجر ياشيسة يولي بمشرحين توقع ترتم يا قل يا شديجان كدقمة بربرة يقولها وكيلة دا يقبل كساحل وحنا قف جراء سوق صوب حي تاجر يا الأهدو بحله أكل تاجر سن مشرحين تاسي ترتم يا وحنا كسوق قيب قلي أولها نو وسير كتر سن حكومة دا الصومالي لان كواسة وكمدي هاي وسير كوسارة دا جديد كي هرمرين تجدد كالصومالي لان عبد الله أبكر عثمان وسير هراء أحمد فارح عذرة يولي بو وسير هراء عمر شعيب محمد وحنا وجهرين تاجر يا شاحس بقى كل مية يا شعب وينها كلاء مجال دا بربرية مشرحين تبقى لها ضلي قدوميها حس بقى كل مية قبل كساحل سعد علم جولد ويسوي وجه مهد عليا يسوبها بلارنا يا سميان سيدا كلنا وجو باقي إني ما نتعود كنا سيدا سلم إذا وسوي صوبحان كلنا مهد عليا يسوبها يا شخص بيكون مية تاجر يا شبيه هي قاية على موجي عندهم عد عيدا كل قصر هي تاجر شعورته ده وحكة بدل عد عيدا عمرها هي صاع واردين مهد عليا آدي آدي دون مهد سنتي وحنا تعود عليا مشرحين تاجر شوكتا ويقال ويقال دعين يا هول بضم ويسوق لين هول شواء قبل قبل إلهي وحد اللي كبر يا إلا كفر أحنان وصوب أحنان وتعب كيون كفر لي ستال عيون كفر لي سنة إن شاء الله بالله الكريم وحنا شيء يا تاجر يا شو حسب لكم إياه من يين إذا مشرحين ما كلا وظنوا ضمان مشرحين تحسب لكم إياه ويسوق كيان ميت وأوضع الله وأجعل كلية وإذكر سنية عد كلية إليه ما جع كلية إليه من كلية وتصور بحياة هاي سجل إذا سنع شرط لا يسوسون الإنسان أيا الذي كم هاد علينا يا مشرعيتها هو ودلينا مثل كلية المشكتو هذا تاجر يا شو شو هي بيقول ربع اللي بيقول ربع سقوط كان وقت جاء النص على اللي تعب في المسوين اللي قبل قبل تاجي هاي صدع عشر دولار شذي ما راح ذي وحد بيقعد سنية وحد بيقول بقالين يا وحد بيقول يجي قالين يا وإنا مالك عود بحنتا أنا قف بدك عب سالم كل مية عنا هذا كل مية كل مية كل مية بربرة بربرة ساحل سوماليلان أنا ولا تويد كنا نولا هذا يدو كنا نولا هذا يدو كنا نولا هذا وحنا اللي هذي كم عنا الذي كم على علينا سيدا صرفت يد ما عليها وصوب بعدين سيدا على عيد أو تهجتين سيدا سان دورنا ما لنت عضين ترى إلى نصمر كنا عاصة إذا كنا ونعكسنا قروح ذا بدن لا غير كل مية هل كان فضيع أو بصوب بعدين وسيرك وسارد قاديتك يهرم برين تجدتك الصومالي لان عبد الله أبكر عثمان ويسقون الله اللي تجرياش حسبك كل مية أيوب ما هاد عليا يسوبها بلارنا يسميه يسقون الشيء دتك كده قن حرون تنقبل كساحلة بربرين يهين كومر والبتاجر عدود أم وجن شري حسبك كل مية زمان تا ومالين دي ماله ما توعني شوكنا تدبي الله بتنكي بشي مي maalintani waxay taariikh ku leedahay guud ahaan Soomaaliland oo maalintii SNM ay soo gooshay gobolada Waqooyi ama Soomaaliland runtii waxay ka mid tahay maalmaha aadkii aadka inoo qiimaha roon waxa sharaf inoo ah oo inoo ah astaan iyo hiraal fiican inaan maanta soo gabagabeynayno ودها هم فلمية تدبير لباتك بيشي مهي وواه ماني تقوم شاله وحينا توسي ساين ان شاء الله وكوكو ليسان دونو دور شادة صوص عطا ويدان الله قمان دونو كوبي سدن كمي وواه ماني تي ايدان كياسان باي سوق لين عاصمة دا سومي لان اهر كيسا فانتو عال سلايا هاي وفي فعلا في عن انا المانتا تاقلنا هاي إذا حلاي هاي تاجرية شو قلت أحس بيك كل مية عد كينو دمان وحصول صار يا اللي بعنا ذا إنه وش راح نقوم بالك أو كومان كوبي على باتن وحكرنا لكن دونا هنا كعد يو ما تشيرو مشرح كم إذا مشرحين ذا كل مية أو دعاء يا دمان تود مشرحين تو حين نقوم دونا اللي بعنا يو اللي بعنا سجيال أركان وعن جعل أي مالي تدور شذا إن سوى ناكسن
oo mugiye muusaale aad ugu soo baxdaan in kastoo taageeraysan wasiirre hore Umar Shacayb iyo Ahmed Faarax Cadare oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa hambalyeeyay gudahaan musharaxiinta u tartamaya xisbiga kulmiye iyagoo ugu baaqay inay maalinta codkana taageerayaashu sidaasi la mid ah u soo baxaan berber madashu waa maxay waa badal kulmiye berber waxay kulmisay xadaaraday kulmisay dhaqaalaha kulmisay shacabka reer Soomaaliya kulmisay waa magaalada Kenya waa Soomaaliland ku dhan tahay waa hawlgii xadaaradda waxaan leeyahay maxaa laga rabaa maxaynu cadaadada u taaganahay maxaynu soo baxnay madasha kulmiye u taaganahay maxay taaladaa waxay daaran tahay saddex shay min waa bushaare waa bushaare aad weyn waxaan ugu bushaareynayaa inaa xilibaanada soo saartaan waa bixidii xilibaanada soo baxayeen waana soo baxayaan bushaareysta taageerayaasha xisbiga kulmiye ee halkan bacadka taagnaa ee lixdii bilood oo dambeeyay soo halgamayay maanta waxa weeyaan kama dambaystii maalintii qofku uu xooggiisa iyo xiniisa isku geyn lahaa musharax u taageersan yahay in badan bay musharaxiinta halkan boorarkooda ka muuqdaan ay soo halgameen wax dhaqaale iyo wax walba ay ku bixiyeen maanta waxa la rabaa qofku inuu mabdiciisi caddeeyo oo goobta codbixinta taagnaado aana codku naga khasaarin kulmi ahaan weligeedba majoritiga inaga yeelan jirnay markay noqoto golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee gobolka saaxil had iyo jeer xisbi xaakamku waa caynka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.